عهد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر بتأمين مسار الانتخابات وفق القانون، ووجه في كلمة له رسالة طمأن فيها الشعب التونسي بأن مؤسسات الدولة تعمل بانتظام للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. وأني أريد بهذه المناسبة أن أطمئن الشعب التونسي بأن مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ونجاعة ويقظة مستمرة وجاهزية عالية للحفاظ على أمن البلاد ومكاسبها. وإن فارقنا اليوم رئيس الجمهورية فإن الدولة مستمرة وتونس باقية تسير على طريق بناء ازدهارها في كنف الحرية والعدل والتقدم. وأود أن أعبر عن التزامي بالعمل على الحفاظ على المكاسب التي حققتها بلادنا في مسارها الانتقال الديمقراطي، وأن أعمل على دعم الحوار بين مختلف مكونات المجتمع لإرساء السلم الاجتماعية، وأن أكون رئيسا لجميع التونسيين دون استثناء ودون تمييز، كما أني ألتزم بتأمين مسار الانتخابات في كنف القانون، وأدعوكم إلى وحدة الصف الوطني. وكان رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أدى اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عملا بأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها.